أخبار اليوم. أما دخلت النار جوه المية في 2005 تقريبا، وبدأ أطور الفكرة، وبعدين عملت شفاط الأتربة، ولقيت شفاط الأتربة دابت في المية، وبعدين عملنا استخدمت الهرم كنموذج للفكرة، كنت أعرف يعني إيه نسبة ذهبية يعني. فهو جت الموضوع اتغير، ما استخدمت الهرم، وبعدين قست الدخان، فلقيت نفسي بطلع 21% أكسجين، ثاني أكسيد الكربون نسبته 0.4. بعت البيه، قالوا لي ده بيه صالح للزراعه، حاجه مهوله. فهنا نسجل الفكره، ما كنتش اعرف يعني ايه بحث علمي، ولا كنت اعرف يعني اختراع. اتقدمت وحكيت لهم قصه، فقالوا لي لا، انت كاتب لنا شفاط تراب، احنا مالنا بالمحرقه، احنا مالنا بالدخان. ما انا شفت التراب داب، قلت بدل التراب داب يبقى الدخان هيدوب، لان ده بحجم النار. قول له يا عم، انت قلت لنا شفاط تراب، يعني شفاط تراب. بعد ما عملت ابحاث كنت بدفع 3000 جنيه عشان اقيس الهواء، قيسه 4 مرات يعني 12000. انت فاهم؟ رجال الاعمال ما رضوش يساعدوه. ده البحث العلمي، قالوا لهم يا جماعه انا اختراع شفاط تراب، قال لك غير مرفوض. هولندا خدت، راحت هولندا، قالوا لي انت اينشتاين العرب. يا سلام، قالوا بس ده هيركب على الشكمانه العربيه ونركبه على الدبابه. فتلاقي نفسي دخلت في حس وجيس، قلت بس ممكن يقتلوني هناك وياخدوا سر الفكره ويذبحوك. اتصلت بكمال بشاي، قلت له احنا تحت ايه حصار وهيذبحوني هناك. اتصل بالسفير، فجيت جامعة المنوفية، كان معناها الدكتور اسمه أحمد دنيا وكيل كلية العلوم. بعد ما جيت من هولندا قلت له دكتور أحمد أنا عايزك تساعدني عشان نطلع المشروع، نعمل أبحاث علمية، أنا عملت فكرة وأتمنى إن أنت تطورها لبحث علمي يعني. كان عايز ياخدها لنفسه بس ما عرفش، نسي ان هي من عند ربنا. وعملوا موديل، عملوا في الجامعه وفشل. بدات اطور انا الفكره وبعدت عن الدكتور احمد دنيا وبدات اشتغل لوحدي. لجأت لمين بقى؟ لكوريا. اتصلت، كان في كوريا كانت عامله مسابقه دوليه المخترعين على 123 دولة. بعتوا لهم الأوراق، هم ما ناموش. بعتوا ناس، جت قست بأجهزة وخدوا عينات مية، وبعد شهرين بالظبط البحث العلمي قعدنا 10 سنين، هم قعدوا لي شهرين. فرق من 10 سنين وشهرين. قالوا لي يا عم أحمد يا مصري، أنت طلعت الأول على العالم ولقبت فارس المخترعين وعايزينك في كوريا، سافر لنا النهارده. خدت طياره وسافر. انا قلت بقى ايه، انا مش عارف انا رايح فين. انا قلت بتوع هولندا ياخدوني يذبحوني، انت فاهم؟ فما جيت سافرت، كان مديني عنوان، خدت تاكس وصلني للجماعه دولت، عملوا لي اخر احترام، قعدوني في فندق محترم تاني يوم، وعملوا لي اكل ورحبوا بيا احلى ترحيب. ولقيت مؤتمر، ولقيت ناس كبار، ووزير البيئه، وقصه كبيره، وسلموني ميداليات والشهادات اللي حضرتك شايفها. نزلت مصر. اول ما نزلت مصر، اول ما نزلت مصر سعادتك خدت بالك، كان اول تكريم للبحث العلمي رفض الاختراع. عبد السلام فاروق رئيس تحرير الاهرام كتب ايه؟ اعدام مخترع مصر بالاهرام المسيحي، موجود على الصفحه. زعل بقى راجل يرفع لاب مصر وياخد ميداليات ذهب ويطلع الاول على العالم كله والبحث العلمي يقول له اختراعك مرفوض.
جامد كانت ايام الثوره، خدت بالك؟ اخوك احمد مرقاس راح عامل المكنه اللي انت شفتها على حساب الخاص. طبعا ربنا يعلم انا استلفتها ازاي، عملتها ازاي، ربنا الاعلى، خدت بالك؟ بدات اعمل المكنه ديت الكبيره بعد ما خدت الشهادات الدوليه ونزلتها على النت، وجالي اخ سعودي اسمه طلال ابراهيم، ولا انا معايا الامير من ال سعود ده، واخوه السبع دخات في البحث العلمي، ادفع تنجز، ادفع تنجز. فعاد مبارك قالوا ايه؟ مشروع هايل، عشان جمال مبارك اللي هياخده يبقى رئيس مصر، هنشوف الزرع، يبقى الميه بتاعتنا دي اللي انتوا بتشربوها حضراتكم عاملين فيها كلور وميه ما تديش الحياه، عشان كده احنا بنتعرض للامراض الكتيره. انا شربت ميه قدام حضرتك، انا راجع عندي 60 سنه بطلع الدور الخامس زي الصاروخ، لان انا بشرب ماء الحياه. اهدي بقى الزرع عشان اثبت لك، بس هنا دي دولت اتزرعوا في يوم ليله، في ليله ونزلت على الفيسبوك بالتاريخ. انا لا بفهم في الزراعه ولا حد عندي بيفهم في الزراعه. حضرتك دي بالميه الميته اللي انت بتشربها، ودي ماء الاختراع. الاثنين اتزرعوا في يوم واحد، شوف الفرق. انا بناشد رئيس الدوله الراجل اللي بيحب بلده، وانا شايفه انه راجل وطني، وان هو تنازل عن نص ثروته لمصر، فبقول له كلمتين. انا عارف ان انت بتحب بلدك، بس ليه رجع عندك ان انت تاخد العقول النيرة، لان الاختراعات دي تبقى هبة من ربنا. الاختراع بتاعي ده مش اختراع، ده حاجة رباني، هبة من ربنا ليا، خلاني صمدت فيها 10 سنين وانا بعيني الجنيه على الجنيه عشان اعمل حاجة زي اللي انت شايفها. انا راجل مش مليونير ولا ملياردير، ده انا بدأتها من الصفر، فانا سبت كل حاجة في سبيل بلدي، وكان ممكن اقعد في هولندا وما انزلهاش، لكن انا كنت بكل فكري ان مصر ترجع بحضاره 7000 سنه.